شاعر ذاق مرارة الغربة عنوة وتنقل مترحلا مسافرا من بلد إلى آخر يبحث فيه عن وطنه في منفاه الذي أجبر عليه أكثر من مرة. يا راحلين عن الأوطان أسألكم، هل الرحيل عن الأوطان أحياكم؟ هذه الديار بها أرواحكم بقيت، هل عشتم جسدا ميتا بمنفاكم؟ عودوا فجسمي أمسى بعدكم كفنا قلبي القتيل، قلبي القتيل ألا رفقا بقتلاكم.